وهاد النهار غادي ندي معكم سيفتي رئيس منظمة السلام والتسامح للصداقة مع جالية العالم لورغانيزاسيون دو لا بي لا توليرونس اي لاميتي افيك لي كومونيتي دو موند. تعلمت كثير المستوى الهزيل المنحط اللي نزل له الإعلام الجزائري، إعلام كيمارسوه ناس لا يفرقون بين المسؤولية واللا مسؤولية، ويجهلون أو يتجاهلون أخلاقيات مهنة الصحافة. رجل الإعلام يجب أن يتحلى بالنزاهة، والمصداقية، والصدق ما يبث للمشاهدين أو للقراء. تفاجأنا أخيراً بالممارسة اللا أخلاقية اللي درتها لدار صحافي في قناة جزائرية لا يشرفني أن أذكر اسمه أو اسم القناة التي ينتمي إليها. هل من المعقول أن نسيء لاسم شخص يحترمه العالم، وأن نسيء لاسم أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين؟ وهنا أقول أنه كان من الأفضل لهذا الشخص أن يقارن بين منجزات محمد السادس نصره الله ومنجزات رؤساء الجزائر الذين ينتمون للنظام العسكري. كان عليه أن يطرح مواضيع السلام والتسامح والتعايش وحسن الجوار، كان عليه أن يطرح شيم المغاربة من كرم لأخلاق لكبرياء لحضارة، لكن مع الأسف الشديد أن هذا الشخص لا يحسن التحليل. فلو رجع قليلا للتاريخ لرأى أن جل الرؤساء الذين قادوا الجزائر إلى هوية الحقد والكراهية أقاموا وترعرعوا وتعلموا فوق التراب المغربي وفي المدارس المغربية وتغدوا من المطاعم المغربية، من تبون إلى بوتسليقة إلى بن بلة إلى علي كافي إلى بوضياف رحمه الله، جلهم هادو تنكروا للمغرب وهذا السيد كان عليه باش يوضع النقط على الحروف. إن العدو الحقيقي للجزائر، إن العدو الحقيقي للشعب الجزائري هم العسكر، هم الجنرالات الذين يستنزفون خيرات الجزائر
ويضايقون الشعب الجزائري ويبذلون كل الجهود من أجل أن تستمر العلاقة المغربية الجزائرية متعثرة. هؤلاء الأشخاص عرقلوا كل المسيرات التي كان من المفروض أن تعمل على تطوير الاقتصاد المغاربي والتكامل المغاربي بين هذه الشعوب. في الواقع أننا والعالم كله يعلم أن الشعب المغربي والشعب الجزائري إخوان يتحابان يتكارمان، تربطهم علاقة المصاهرة وحسن الجوار والدين، لكن مع الأسف الشديد أن سوء النية وحسن النية عمرهم ما تتلقوا. فالمغرب كان دائما يتعامل مع الجزائر والجزائريين بحسن النية، لكن العسكر الجزائري وحكام هذا الشعب المغلوب على أمره بذلوا كل الجهود من أجل أن يتعاملوا مع المغرب بعكس ما يتعامل معهم. انظروا كيف أن النظام الجزائري طرد وشرد واستولى على خيرات المغاربة الذين أقاموا لسنين طويلة في الجزائر ورماهم في الشارع صبيحة عيد الأضحى، صبيحة عيد المؤمنين الذي من المفروض أن يكرم الأخ أخاه، في حين أن المغرب كرم وحافظ على كرامة وكبرياء الجزائريين المقيمين فوق ترابهم. العالم كله يعرف أن المغرب شعب مضياف، شعب كريم، شعب أصيل، وبالتالي لا يمكن أن نقارن بين بلد عريق عاش الحضارة منذ أكثر من 1200 سنة وبين شعب أو بين بلد، أعتذر أنا لا أقصد الشعب، بين بلد صنعه الاستعمار الفرنسي ولم يكن قبل استعماره من طرف الدولة الفرنسية سوى قبائل وجماعات. آخر كلام يمكن أن أقوله، لو كان المغرب عنده سوء نية لشجع القبائل لكابيل اللي عددهم كيتعدى 9 مليون نسمة على تلبية وتنفيذ مطلبهم الذي يتجلى في الاستقلال والانفصال عن النظام الجزائري، لكن
المغرب بسياسته الحكيمة وأخلاقه العالية رفض أن يساهم في تمزيق شعب جار له وأخله في الدين واللغة. هنا كيبان حسن النية ديال المغرب والمغاربة مع سوء النية ديال النظام الجزائري. وهنا أقول لإخوان الجزائريين حياكم الله وأعانكم على التصدي للعسكر ونظام العسكر والتصدي للمتسلطين على الإعلام وعلى العمل الصحفي والتشبث بالوحدة الإسلامية والوحدة العربية. ونحن نحييكم كمغاربة ونقول لكم الله ينعل المحشي.